رجعنا سريعا لسه مكملين معاكم فقره اخبارنا، ونكمل طبعا كمان كلامنا عن محمد صلاح والشروق. قالت ان محمد صلاح نجم منتخبنا الوطني الاول وليفربول الانجليزي اتصدر قائمه عملتها مجله فوربس للشرق الاوسط لاقصى او اقوى 10 لعيبه عرب في العالم، عشان هو طبعا اللاعب الاكثر تتويجا خلال موسم 2017-2018. نشر كمان الحساب الرسمي لمجله فوربس الشرق الاوسط على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، محمد صلاح هو أكثر لاعبي كرة القدم تتويجا في عام 2017-2018 في العالم الكروي. وكمان قالت الصحيفة تصدر محمد صلاح قائمة فوربس الشرق الأوسط لأقوى 10 لعيبة عرب لكرة القدم في العالم. كمان موقع 1-3 قال أن محمد صلاح عمل جلسة مع واحد من أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة، وده خلال معسكر الفراعنة في برج العرب قبل موجة طبعا النيجر، وطلب محمد صلاح من مسؤولي اتحاد الكرة أن هم ينهوا أزمته قبل مباراة المنتخب قصاد سوازيلاند في الفترة من 8-16 أكتوبر اللي جاي في الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2019. وكمان طلب محمد صلاح من عضو اتحاد الكرة أن هو يتم التواصل مع وكيله ومش معاه على طول، وأضاف طبعا أن هو عايز يبقى عارف الحقوق الخاصة بالمنتخب طبقا للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا، وكمان يرسل نسخة لوكيله عشان يمنع التضارب مع مصالحه التسويقية والإعلانية طبعا مع منتخبنا الوطني الأول. كمان اليوم السابع قال ان محمد صلاح نجم منتخبنا الوطني الاول، وعمرو ورده لاعب باوك اليوناني سافروا خلاص او رجعوا مره ثانيه على انديتهم بعد طبعا ما شاركوا في مباراه المنتخب الوطني قصاد النيجر يوم السبت اللي فات. في اليوم السابع كان في مقالة للصحفي الكبير أستاذ عصام شقلتوت، وكانت بعنوان إلى أن نجد منافس قوي أجاري أنستنا شوية دول. طيب أستاذ عصام شقلتوت معانا دلوقتي على التليفون، مساء الفل. وكل مشاهدي قناة الأهلي طبعا وكل المصريين، وعام هجري سعيد يا رب على كل العالم من أرض مصر يا رب. جمهورية الأهلي العظيم، كل سنه وحضرتك طيب. وعايزين بقى النهارده نتكلم معاك عن مقالك اللي النهارده كتبته في اليوم السابع، الى ان نجد منافس قوي اجيري انستنا شويه دول. هي يعني الشيء بالشيء يذكر. الكره المصريه عندها انتصارات كثيره طبعا، عندها تاريخ اكيد اكيد، عندها حاضر بيساعدنا ماشي، ينتظرها مستقبل بيتحكم فيها احيانا النقاط. ويعني طبعا يا شيماء انت بتكلميني من قناه الاهلي، دائما كان الاهلي يتصدر المشهد المصري فيما هو تطوير صحيح. اللي هي تلاقيها جوه المقال. التطوير بدا مع النادي الاهلي في سبعينات او اواخر سبعينات القرن الماضي، ما الله، ثم دور ريفي واللي كان واخد لقب سير الى ان اتى فايسا 3-5-2، وبالتالي ادخل يعني العلامات كلها كامله عبر المؤسسه الحمراء. افتكرت ده لما اجيري لعب كره شجاعه الحقيقه، صحيح كان المنافس، لانه في قارتنا السمراء الناس بتتعلم الكره الحقيقيه، هم نفسهم اصبحوا لا يخشوا الهزائم حتى لو تعظمت الارقام ما عدا القوات العظمى كاميرون نيجيريا كوت ديفوار وكذا يعني. ولكن احنا بقبل راجل شكله هيطور معاه جهاز مرصوص كويس، بيعيد لذهني دايما الثلاث نقاط اللي قلت لحضرتك بداوا مع النادي الاهلي وساروا في الشارع الكروي المصري، وبالتالي حتى اختياراته في الجهاز من اول هاني رمزي لغايه وجود سلجادو نفسه كجيد التوصيل اي نجم يعني تخيلي، ربنا يوفقك، انت عارفه كلنا بنقول ان انت ما شاء الله يعني حاله لوحدها، وان شاء الله في قادم الايام هتبقي واحده من كبار النجمات. تخيلي لو اوبرا وينفري تقول لك حاجه اكيد هتستفيدي. فلما سلجادو ينقل للاعبه ونجوم مصر الغوالي بما فيهم فرعوننا الذهبي مو صلاح، لا حتى ده في رصه الجهاز،
مهم جدا. اتحمست قوي لانها علامات بارزه ولان مصر تستحق الافضل الحقيقه. يد بيد التطوير بيبدا من الانديه ثم على راسها المؤسسه الحمراء ثم يسري وينتشر في الكيان فعلا زي ما بننقد اتحاد الكوره المترجى بشكر. شويه دولم، بس انا مش عارفه الميم دي جت منين. في حد فيكم برضه بيقول دولم؟ ها احمد بتقول دولم ولا بتقول دول؟ دول في ميم برضه. طيب دول ماشي. دلوقتي هنطلع لفاصل سريع، بعد كده ان شاء الله هنرجع نستقبل ضيفنا النهارده.